عسلامة 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 عسلامة. ما شاء الله عليهم صغارك، الله واحد عايشك عايشك يفضلك. التجربة متاع انك تجيب تويمة كيفاش تكون؟ والله يا حاجة محليها، انا ديجا ما كانتش في بيئة كنت نتمنى نجيب تويمة، وحتى الطبيب كي مشيت وقتها قال لي مدام راهو تويمة، قلت له بالحق، قال لي ليه هكا من القلق ما لقيت ما نقول. شنو اول مرة هكا تسمع لي انت عندك تويمة؟ فرحت، روحت نبكي مش من الفرحة، خفت. اي خفت علاش؟ خاطر انا في دارنا نقول لهم البيبي كي باش نجيبه باش يلبس وحده، باش نخليه يبدل حوايج وحده، باش ياكل وحده، يعمل كل شيء وحده. دونك كي سمعت تويمه روحت نبكي، قلت راه واحد معناتها بيبي واحد وحده باش يعمل ذاك كل تو تويمه ما نجمش، لازمني انا نقوم بها. خاصة اول تجربه معناها نتاع صغير. اي والله، اي سيغتو معناها كي جاوني بنات فرحت اكثر. اي تصور انت وحدك وما عندكش اخت، معناه تحس روحك باللي تعمل الف صاحب مش كيما بنيتك اخواتك، فهمت؟ معناها فرحت برشا الحقيقه. قديش عمراتهم توا؟ توا 10 سنين. 10 سنين. انا اسمعني، هما مالين عليا الدنيا الكل، امني هما اخوات بفضلهم لك كل شيء، كل شيء اخواتي وصاحباتي وكل شيء، فهمت؟ ربي يفضلهم وان شاء الله لا ينحيهم عليا، وقد ما تعمل اصحاب والحمد لله عندي اصحاب معناها، اما باللي مش كيما حاجه ملكك ومتاعك فهمت. وبهم اول ما سمع لي انت عندك تويمه كيفاش كنت؟ فرحتوا؟ ما صدقش، فرح على الاخر، سيغتو معناتها يحب البنات، فهمت؟ كي سمع بهم بنات زاد فرح برشا الحقيقه، اما باللي عنده برشا طرايف راهو على التويمه. احكي لي. هما العائله الكل يبداو يسالوا فينا، يقولوا لي كيفاش تفرق؟ نقول لهم انا حتى بالصوت كي تبكي وحده منهم نعرف، انا نعرف شكوني منهم اللي بكيت. هيا مرات قلت له اسمع، انت شد وحده وانا نشد وحده في الليل، فهمت؟ ما مره الاولى في نفاسيت اللي هو بيك الفامي وكلهم، بعد كل واحد يشد دارو. قلت له انت تشد وحده انا وحده. قمرناهم انا شاده اللي لابسه البيستاش، وهو قمر اللي شاده الموف، لابسه الموف. حسيلو في باي انا جيت البكيه اللي لابسه الموف. زهر اسمع، نمشي نبدل الكريير نتاعو، نقولو قوم قوم اللي تبعتك انت تبكي. مسكين راجلك. اي ولي ولا في السخانه، ريت في السخانه وحده تطلع لها سخانه والاخرى ما تطلع لهيش، معناها شكون فيهم البكيه؟ البكيه والله اي هذي كذا. اي انا قلت لك حتى بصوت مفرقهم، يعني كي كانوا صغار صغار. قلت لك وحده منهم طلعت لها السخانه باش يعود يمد لي عندها سخانه، يمد لي اللي ما عندهاش سخانه. الا ما قالوا هنا يا ولدي راهي مش هذيك راهي الاخرى، وكي يسالوه العباد يقول لهم هي راني نفرق ما بيناتهم، وهو اللي حتى كيفاش لاحظت اللي هو ما يفرقش؟ لاحظت اسمعني تو اسيلو اسراء اسمهم، يمشي يعيط المثال اسيله يقولها هيا يا اسراء، كي نقول له انا راهي غلط فيها يقول لي انت غلطه فيها. معناها لتو مازلتوا تحكيو في غلط وماكش غلط؟ اي سيغتو كي تضعف، معناها هما فيها راهو شويه تفرقه، اما كي تضعف وحده صاي ما عادش نفرق، حتى انا ساعات نغلط ومعلمينهم لتو ما يفرقوش. لتو ملي دخلوا يقراوا لتو ما يفرقوش، معناها ديما يقول لك الام الوحيده اللي تنجم تفرق. سبحان الله، انا قلت لك حتى من بكيه الصوت مازال ولاد نهار، معناتها من بكيه الصوت نعرف انا شكوني منهم اللي معناتها اللي بكيت، فهمت؟ بس هم ديما كيف كيف؟ ماذا بيا ديما كيف كيف، ساعات لي اما كي نخرجهم ديما كيف كيف، فهمت؟ شعرهم هكا كيف كيف؟ اي كل شيء، في كل شيء، في كل شيء كيف كيف. اي كيفاش علاقتهم ببعضهم؟ شو علاقتهم ببعضهم؟ كي يبداو بجنب بعضهم يتعاركوا، كي يخرجوا مع بعضهم، ولا كي تمشي وحده منهم عند امي ولا حاجه تبكي على اختها، فهمت؟ معناها بالحق علاقه التوأم قويه برشا على الاخر والله، حتى هذي اي تحس فما حاجه مش عند العباد الاخرين، مش كيما الاخوات اللي يجيو كل واحد وحده، فهمت؟ فما ميزه سبحان الله، فهمت؟ بلا قلت لي بروفيتهم ما يفرقوش ما بيناتهم؟ ما يفرقوش. اي انه مشكله هكايا في انهم ما يفرقوش ما بيناتهم، مثلا امك ولا مميتهم ام بوهم؟
معناتها هما يفرقوا ولا ليه؟ امي شويه قلت لك تضعف وحده منهم، حتى صاحبتهم ساعات ما يفرقوش. انت مثلا كيفاش تفرق ما بيناتهم توا؟ توا هاش نقول لك، انا ديجا فما شويه ريتكي تضعف هذه، معناتها هو وحده ضعيفه والاخرى اسمن شويه، فهمت؟ اما ساعات كي اي يمكن هذيك، اما كي يضعفوا ما عادش تفرق. اي انت ما عادش، انا ساعات قلت لك نغلط، نقولها انت اللي عملتك، لا تقولي مانيش انا، نقولها يا ريتك انت، تقولي مش انا. راهي حاجه تقلقك ولا لا؟ ليه اللي بالعكس، انا نحس روحي عامله جو عليه. تعجبني الفازه. اسمع، ريت في الشفاه والامتحانات نحفظ واحده مواد العربي وواحده مواد السوري، وتخرج واحده مرتي. هي الفازه. اي تخرج، علاش نقعد عرفت علاش، وتخرج واحده منهم مرتي، معناها فهمت؟ اما البلاصه اللي هما قاعدين فيها ما يبداو فرد بلاصه قاعدين مبعدها. ونفس اللبسه كيف كيف، ليلي في اللبسه ديما كيف كيف، معناها فهمت؟ تخرج واحده مرتين تقول لي ماما انينا سي خرجت، صحابهم يفيقوا بالفاجا معناتها المعلمين ساعات لي، فهمت؟ كهو اختهم الصغيره ولا اخوهم، عندهم خوهم ولا ايه؟ عندهم خوهم. كيفاش يفرقوا ما بيناتهم؟ بنتي هذه كي تضربها واحده من التويمه تقول لي، نقولها شكون، تقول لي ما نعرفش اسيل ولا اسراء، كي نقول لها به قول لي هذه ولا هذه، تقول لي هذه، بعدك تجي تقول لي لا الاخرى الاخرى، فهمت؟ ويغيروا من بعضهم ولا اي؟ فما يحبوا الزوز معناتها يطلعوا ما خير. مثال انا ساعات نقول لهم شو بدل فاسون تاع لبستك ولا نتاع، تقول لي لي علاش نحب كيفه، مستانسوا يلبسوا كيف كيف كل شيء كيف كيف الصغرى، كيما توا توا الكبابه الزوز مش كيف كيف، معناها تقول لها لي انت بنتي كذا كاين اعطيني هذا، عرفت؟ فما الغيره، الغيره فما اي، من ناحيه الغيره موجوده بزيد زيد. مين تغير اكثر؟ والله الزوز، من الزوز حتى كي مثال واحده من صاحبتهم تعيط لوحده من التويمه تقول لي شبي عيطت الاسراء وانا لي، نقولها ما هو في بالها غلطه فيك، تقول لي لي في بالها لي انا يا بنتي والله غلطه فيك. اي غيروا غيروا ما نعرفش، عاده توا في الشارع يحسوني يحبوا بعضهم، في الدار ما يفضها حد. وعلاقتهم بخواتهم مش كيما علاقتهم ببعضهم، يعني هما قراب لبعضهم اكثر ولا؟ صحيح صحيح، فهمت؟ لي قرب لبعضهم، وزيد فيهم حاجة، ريت كي نخرج أنا، كي نخرج أمني يعاونوني على خويتهم، صدقني يتعمل عليهم، والله نعمل عليهم، يعاونوني على خويتهم. ساعات ساعات تقولي ماما برا تو أنا نقد، معناها فهمت؟ برا امشي تو انا نعمل كل شيء، ونمشي صدقني نلقاهم مثل قدو شعر اختهم، يحبوا وسيختو زاد اخوهم يحبوه، وهو يموت عليهم زاد يفرح، هو مسيكن الوحيد في وسطهم، والله يموت عليهم حنين برشا. اكيد فرحت كي جبت طفل. ليه نحب البنات انا؟ اما خوهم فيه اي، اما انا نموت على البنات، صاني قلت لك بحكم عندي شخت، اما عندها البنات كذوب. كان جاي عندي تويما اولاد وجبت من بعدهم هذيا جاتوا، ما لازمني نجيب بنيه، نحب معناها نحب عندي اخت عندي، فهمت؟ اما تويما فرحتك الاولى. والله العزيز والله والله ربي يعطيك على قد قلبك. والله صحيح ان شاء الله ربي يفضلهم لك. عيشك عيشك عيش اختي عيش.